السادة المشاهدين، احنا مرحبين بكم الليلة في هذه الحلقة الجديدة من حلقات عيل القباح. احنا قلنا لكم على الهين تم ان شاء الله نزق النوبين عيل القباح في هذا البلد الغالي في مختلف مجالات الحياة ومختلف مجالات الأدب والثقافة. والليلة لهنا نتكلموا عن قفان قط الزاق لهم أديبين طايبين الاثنين، ولا فيهم ما هو اللي عنده شهامة كبيرة ونخوة واعتداد بالنفس وجود وكل الصفات الجميلة في العجل وفي عجل القباح خاصة ما تحقق فيه. أعني الأديب أحمد سالم والببوط والمختار والمختار نش. أحمد سالم والببوط والمختار والمختار نش من عيل القباح، قبال اللي قد يقابح بهم ذا البلد. اللي تسمعوا اللي بالقفال اللي زاقلوا تعرفوا عنهم قمة في الطيب، قمة في الدبلوماسية، وقمة في العقل، وقمة في التفاهم، وقمة اللي في الجواب القطاع. هو وعر الإنتاج الأدبي به اللي لابد الملاه يعود على اطلاع واسع بصاحبه اللي يتقاطع معاه، ولابد أن يعود على اطلاع واسع بثقافته وبسيرته الذاتية كاملة، ويعود ملي قد كامل يخيط خياطة زينة في الأدب. ما هو لا قاف هكذا وتوفي ينقال به اللي منين تخلصت اللي الحقنا من القطاعات ينعد على رؤوس الاصبع. ما معناها انه هو قد اللي قد تخلق من القطاع؟ يا غير اللي قد يا غير اللي خلق ياسم منه تلاشى به اللي غير قابل للبقاء. هذو الرجال الاثنين اصحاب وزملاء ومغنين وفتيان، وقد سافروا هم الاثنين لا في الداخل الموريتاني ولا في المناطق الشرقيه ولا احدى جهات الوطن العزيز. وفي اثناء ذيك الرحلة احمد سالم قال طلعة، ومنين حكاها على صاحبه مشاو حكاها عليه عقبهم اللي رجعوا الخيام في طار. ومنين جاو هو تنوبة هو اللي قذ حد يقول لأحمد سالم عنه سمع شد اخبار ذاك والله ماشي عليه من ذيك الطلعه والله من ذاك المقول بحر وتم لا تاهم ويعرف صاحبه ويعرف انه ما هو لا يفشي السر اكيد يا غير باحر ذا من منين لا هي يجيه يعرف اخباره قبالي لين الحق مبلغ والحق المختار ياسر من ذاك من ذيك الاسئله. فقلت مستفهما لا ممكن انحرفه اللي يطرحها أحمد سالم على إجماعته وعلى قومه. تملين راح حد وقال له لعن حكى عليه بعض ذاك وطرع عليه ذاك عن المخطط عن أحمد سالم مش شبه في أخباره وفي مستحيل يعودوا علموا به الناس. قام مرسل له طلع لحق لأحمد سالم تلقاه لريته عني ما نساه وعني نبغيه وشي في قفاه ما يبغيه اني ما نبغي وعن شي في قفاه يهون احكاف في الضحك ورد وتو مجيه مولاي عليهون علي كيف الداير تجلاجي بي اني ما يجلج بي شي في قفاه كامل يلهي. سمعت مد بالطلعة راه هو جبر اول مره يجبر سند يقد يعزيل وذا اللي خلق اياك يعود هذا ما هو لا اشاعات وكلام الناس. الدقه في الخبر الدقة في الإسناد به لولا الإسناد ولا قال من شاء ما شاء ورا النهون ما هو لا برنامج حكواتي نقرأ ما وراء السطور ونشوف العبر من النص حسب معناه اللي جاي به في السياق الأدبي ومن ثم إذا أجبرنا وقت نقدر نحكوه بدون تدخل وبدون تعليق وإلى ما ريناها بعد نعود خطيناها بالطريقة اللي ندور. لحق لأحمد سالم تلقاه لريته عني ما ننساه وعني نبغيه وشوف كفاه ما يبغيه إني ما نبغيه وعن شي في قفايه هون حكاه في الضحك
وردوا تو مجيه ملايع لي هون عليا كيف داير تجلاجي بي اني ما يجي لي فيا شو فيا كامل. سمعت الطير شمونك عنده شي فيك بيض خلق وكم زين عنده قاع الى عاد قاع فيه ذاك انه هو بعد زين عنده. ايش قال احمد سالم؟ احمد سالم ملي كان مجيه سابق ترسل بها عيا واش قال انا السابق وجبرت الدربي هو قاع اللي كان ماشي عليه المل والله متخوش من ذا اعطاه مولانا عن جد وطلع من عند صاحبه عاد زاد هو لا يمشي غير لا يمشي مشي تحت طايب ومستهدي. قال له لحق للمختار انك فاهمه ما ضحكني فيه من وراه ما ضحكني دقد عود معناها انه يعدلها لا ينفي ذاك مولي في التجربات السنتين المتواليات شوف الدقه لحق لاحمد سالم لحق للمختار انك فاهمه ما ضحكني فيه من وراه واني ما نضحك كون معاه قفاه انا ما نضحك فيه مطلقا لك بعد قاعد مثلا يعرف عن ذاك ما هو خالد لحق للمختار انك فاهمه ما مضحكني فيه من وراه اني ما نضحك كون معاه قفاه انا ما نضحك فيه ايه لو فرضنا قاع اني ضحكت فيه شوف الرساله اللي بلغ اخوه وصاحبه لحق المختار انك فاهم ما ضحكني فيه من وراه اني ما اضحك كون معك فاهم ما اضحك فيه وعني ضحكي فيه لجاه قارض بي قبيلي الشفري يعرف عني ضحكه ما كنت كون الشفري فيه لبيه جقار واني ذاك كنت عليها لا ما زلت عليه انا قايل عاد جاني حد من الوشات وما اكثرهم وقال لي عنك انت شيء يا ريتك انت مليت وتزاد انت متخمم في عنك انت يعني عاد انت جاوك الوشات تتخمم انت مولي عني انا زاد انا جاوك الوشات ويعود هذا فيه نوع من المعامله بالمثل اللي طايبه هي غير مولي الرجوع الى الصداقه والمحبه عني ذاك كنت عليها لا ما زلت عليها لا حد حق المختار اني فاهم ما ضحكني فيه من وراه اني ما نضحك كون معاك فاهم ما نضحك فيه عني ضحكي فيه لجاه قارض بي قبيل الشفريه يعرف عني ضحك وما كنت كون الشفري فيه لبيه جا قارض واني ذاك كنت عليه الا ما زلت عليه. شفت هذو الناس الى ضرك احنا ما فتن عرفنا يقول كنت ما قلت لكم توطئة السبب ما فات حد عرف هم ذا اللي متكلمين عليه شنو ولا السبب وشنو بهم اللي بهم متن الفتوه والطيب. ايش قال المختار؟ انا واحمد سالم غايه ضحكتنا صحبتنا كنا وروايه. انا واحمد سالم غايه صحبتنا كنا وروايه، هو ما يضحك في قفايه وقفايه انا ما اضحك فيه. وعلى ذاك اليم معايا وانا هذاك اليم عليه معاه. وهو ما يمكن يسمع فيا قرضه. ومشي هذا مذكور علي ظن اللي ما كنت نظن عليه، سمعت؟ اذا هون راهو عادة القضية تتمحور كامل حول الوشاية القرة ما فينا نعرف شنو حتى الساعة ما قلت حد اكذب الناس ما فات مشرح له والله ما يعرف والله قاعد تسمع القطاع يعرف الرواية شنو هي المسموعة والله اللي سامع عنه شو الذكاء ومتن دقة الخبر والحذرة من الطياح في الأخلاق والحذرة من النياوية بهم اللي ما يدوروا عن واحد يعود يطعس له ما هو هو الهدف؟ الهدف عندهم هو جمال الابداع وجمال الاسلوب والذكاء ورجاحه العقل. القره هي اللي عاد الطرف بين يدينا عن خلق عن طرح فمة يا ساغه من طرح تقره. انا واحمد سالم غايه صحبتنا كنا والوالد. هو ما يضحك في قفايه وقفاه انا ما نضحك فيه وعلى ذاك اليم معايا وانا هذاك اليم ليه معاه وهو ما يمكن يسمع فيا قرر ومجي هذا مذكور علي ظن اللي ما كنت نظن عليه وهذاك فهم ايش قال احمد سالم باش يطلع منين يليان عند واحد من الناس اللي في تيان لا هي يليان عند الاخر ومنين يعود في حده لا هم اللي تخلق حده ومنين يكبر درجات لا حسب درجات الجواب والكلمة الكلمة والجواب الكلمة والجواب ايش قال احمد سالم قال يعرف بعد المختار منين يتخمم يعرف بعد المختار منين يخلص عنه مصطحبي ويعرف عنه بين العينين ويعرف عني بين العينين مو السر معاه ونبغيه شوف يا كامل مونك يعرف بعد المختار راه وقبيته قال انا واحمد سالم غايه صحبتنا كنا ورواية شوف صاحبه ايش يقول يعرف بعد المختار منين يخلص عنا مصطحبين ويعرف عنه ويعرف عني بين العينين مو السر معاه ونبغيه وعنده سري ايوه شوف شوف واحمد سالم هو صاحب الدعوه وعنده سري وعلى جنسين
لكن منه معلوم عليه ماني متكلم. واللي ضار هون لحقت وانا خافيه مفشي قدامي والمختار ماني تاهم عنه يفشي ارى الناس. بدأنا نفهم شي من القضية. كانت القضية تتعلق بالقرارة والساق انطرح ومتماشين فيه الاثنين. يا غير الان احمد سالم لانه هو صاحب الدعوة صاحبه عاد لهي يعطي شي من شوي 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 من الخبر، والاخر مالي لهي يمشي معاه شوي شوي لين يعقب الصيح الحق تبولي عدت الرواية مبولقة واضحة وعاد لابد من يصرح بها. ما فيهم واحد ما ابدع عم اللي انا ذاك. شوف احمد سالم ايش قال؟ يعرف بعد المختار منين يخلص عنه مصطحبي، ويعرف عنه يبين العيني ولا سر معاه ونبغيه، ويعرف عنه يعرف عنه يبين العيني ولا سر معاه ونبغيه، وعنده سري وعلى جنسين. لكن منه معلوم عليه ماني متكلم. واللي ضار هون الحقت وانا خافيه مفشي قدامي والمختار ماني تاهم عنه يفشي مخلي بالورع من عنده بعد اللي عالم بها الا انا وانت والله مرافقا معناها عنك انت على اللي تعود عالم بها وراه هو هون السر اللي قال عنه كان خافيه في ذاك الابان اودوا عالمين كاملين عنه بعد يقد قاع ما يخفى الى التحق ما فهمت يا شيء ما توكل به الارض الناس ولا توكل به جل النار تعود صغيره ممدوغه في الواتن ما يختيرهم يحكى والله قال ما قال وما يبغي ما هو بعد شيء كبر من قد بيه اللي شوف اقراره به واعتراه به شيباني من الفتيان طايبين اللي شجعان واجاويد وكرماء ونبلاء وعندهم كثير من النخوه اعترافه به مما يدل على عنها صغيره وممدوغه يعرف بعد المختار منين يخلص عنه مصطحبي ويعرف عني بين العينين ولا سر معاه ونبغي وعنده سري وعلى نوعين لكن انه معلوم عليه ماني متكلم. واللي ضار وريك قصه ما يعرف حد شنو هي كانوا عند الخيمه كان ما اعرف. واللي ضار هو لحقت وانا خافي مفشي قدامي والمختار ماني تاهم عنه يفشي. ايش قال احمد؟ ايش قال؟ ايش قال المختار؟ لا يمشي معاهم واللي في نفس الدرجه احمد سالم سره نوعين عندي به اللي مصطحبي وانا ما نفشيهم الاثنين سروا قاع انا ما نفشيه ولا نبغيه يكثر لقين وبلا بال في مخسور عليه غير ظهره هو باطفشة كيف انجا والحقني شي فيه من الكلام انه هون احكى ماني تاهم عنه يحكي هذا واضح فيه على عن هذا اصبح فيه نوع من التقابل وفيه نوع من العمل الرد بالمثل. ايش قال المختار به اللي كيف اللي شروري عن الوقت ما تلم ياسر الهي نقل التعليقات من اجل ان نسمع النص كامل. ايش قال احمد سالم؟ قال احمد سالم هذا هو بالمنين القصه بدات الامور تتضح للمتلقي. قال نعرف عني نفشي الكلام، جاوبوا نعرف عني نفشي الكلام في الناس اللي منه ماني لا ومو للسر ولا نتهم له للسر اللي منها نبغي وسر اللي قاع اقسام المنه منذور تحاكي حق الناس ولا فيها باس والمنه مظلوم اخبر فيه المختار من الناس الناس ما تحكيه وهو يحكي. اها راهو خلق التصريح راهو خلق اللي شايف اللي قال عنه شايف على صاحبه قالوا لنا ما تشمل مو ولا تشي تتعلق بالقراض ولا بغيره. المهم ان المختار ان احمد سالم جاهز الخبر عن اخوه وصاحبه وزميله والاديب كيفته. نعرف اني نمشي الكلام في الناس منه مالي لا مو للسر ولا نتهم له للسر منها نبغيه وسر مولي قاع اقسام المنه منظوم المنه منظور تحاكيه حق الناس ولا فيها باس والمنه منظوم اخبر فيه المختار من الناس الناس ما تحكيه وهو يحكيه. شوف الصمنين خلقت هاي الحده والتصريح ايش بدا يقول المختار من حده وتصريح ايضا مناسب ما فيه تصادم ولا فيه نياويه ولا فيه شي طايح يا غير بدا له قص قصه مرأ فيها نفسه وفي نفس الوقت هو ملي فيه تشتم منه نوع من الاعتراف بالحقيقه الان حصل الحق. قال احمد سالم ما قد حكيت غناها انا من يوم جيت على حد له ووصيت تفاجئ عنه لا يحكيه على حد سمعت هذا كافي ووصيت تفاجئ عنه لا يحكيه على حد الين توسيت جاحت شقاع كبير وفيه المقصد خلصت في معناه قبضت منه فالش فيه عليه وخليت من غناه ذاك فيه المحظور عليه راه هو خلانا بعد فهمت خلى المفهوم من عنه عاد احكى بكل صراحه حكى النص بتصرف هذا هو اللي خلق
احكى النص بتصرف، حافظ على سر زميله وسر صاحبه، ولا احرم الراي العام انا ذاك من جمال اغنى احمد سالم اللي يختار المختار يمتع به جلساه. اذا هو هذا هو اللي خلق. يا غير اعطاه بهذا الاسلوب الاخير. قال له احمد سالم طلعه رائعه ايضا مثل جميع الطلع اللي قالوا كاملين. قال له ذاك اللي جا احد منه كنت وصيت عليه تفاقك فت عنه لا يحكي، اضرك درت تحكيه منين ارتقت عليه؟ وعدت ما بيش تحكيه، وعدت تحكيه انت مانك حكيه والشمزه محظوره غرور. وانا مستقري منك فيه، وحسك لا تحكي محظور ثاني مانك حكي احكي، انا هذا اللي كنت ساكت عليه قبل تبان له تقوله. شوف الاسلوب الرائع. هذا طلع الثنتين التاليات اللي قمه في الحده وقمه في الطيب وقمه في الجواب. احمد سالم ما قد حكيت غناها انا من يوم جيت على حد له، ووصيت تفاجئ عنه لا يحكيه على حد، لين توسيت جاحت شقع كبير وفيه المقصد، خلصت معنا قبلت منه فالش فيه عليه، وخليت من غناه ذاك اللي فيه المقصود علي. ذاك اللي اكل منه انا قدرت تحكيه، ذاك اللي منه جاحت كنت ووصيت عليه تفاقك فت عنه لا يحكي، يا ورا قدرت تحكيه منين ارتقت عليه وعدت ما بي تحكيه وعدت تحكيه انت مالك حكي، وانش من ذا محظور غرور وانا مستغني منك فيه وحسك لا تحكي محظور ثاني مالك حكي احكي لله درهما. يلا لي مزيان هذا اللي قالوا هذا القوم وما امتن طيابه وما امتن رعته، هذا هم عيل الفتيان وهذا هم عيل القباح. ما عندنا نقول ما عندنا رانا، ما ملينا منكم سادة المشاهدين، لكن الوقت هو هو الشيخ. استودعكم الله إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج.